والحديث أكثر عن تداعيات تفشي وباء كورونا وأيضا الإجراءات الوقائية المتبعة في محافظة البصرة ينضم معنا الزميل علي عدنان. مرحبا بك معنا. هل لديك علي إحصائية أو حصيلة رسمية لعدد الإصابات وأيضا الوفيات حتى هذه اللحظة بسبب فيروس كورونا؟ نعم، تحية لك إيرانيا. تسجيل اليوم 9 إصابات في محافظة البصرة توزعت بين مناطق مختلفة في المحافظة، بالإضافة لهناك يعني رغم تمديد حظر التجوال من قبل رئاسة الوزراء نلاحظ لم تلتزم أي من أو يلتزم أي من المواطنين في محافظة البصرة بهذا الحظر. هناك كسر لحظر التجوال في مناطق متعددة من المحافظة، وأنا متواجد في أحد التقاطعات في مركز المحافظة. هناك نلاحظ يعني تعامل القوات الأمنية بصورة شفافية مع المواطنين، لكن ربما توزيع الرواتب اليوم ويعني الذهاب بعض المواطنين للأسواق هو أدى إلى كسر هذا الحظر. بالإضافة لهناك خطة وضعتها قيادة شرطة محافظة البصرة بقضاء الزبير تحديدا بوضع الصبات الكونكريتية والحواجز الترابية لغلق القضاء بعدما ناشد أهل القضاء بموضوع اليوم انتشار المواطنين ولم يلتزموا بقرار حظر التجوال. وأيضا الموانئ العراقية شهدت اليوم استقبال بعض البواخر، خصوصا بعد تصريح مدير الموانئ العراقية في محافظة البصرة على أن الموانئ العراقية استقبلت اليوم هذا الشهر يعني بصورة قليلة من البواخر نظرا لانتشار فيروس كورونا في بعض الدول وأيضا العراق. وهناك أيضا تسهيل من قبل القوات الأمنية ورجال المرور لكل المواطنين والحالات الطارئة. وأيضا حول هذا الموضوع ينضم معي عضو مجلس محافظة البصرة الأستاذ نشأة المنصوري، راح يحدثنا أكثر اليوم عدم التزام المواطنين بحظر التجوال، هل هذا اليوم هو يعني لا مبالاة؟ بالإضافة لليوم أين ذهب دور أعضاء مجلس المحافظة، خصوصا اليوم الكل يعرف أن هناك لجان مختلفة بمجلس المحافظة ربما تساعد خلية الأزمة بدعم هذه يعني المحنة التي يمر بها العراق ومحافظة البصرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم المشاهدين الكرام، نسأل الله السلامة للجميع. الشطر الأول من السؤال، ربما هناك مبرر لبعض المواطنين من الخروج من البيت لقضاء حاجة معينة يحتاجها، خصوصا شريحة الكسبة ذات الدخل المحدود ذات الدخل اليومي التي تحتاج على أجرها اليومي من خلال النشاط الاقتصادي اللي تمارسه. بالنتيجة أن على الدولة بصورة عامة والمختصين بهذا الشأن بصورة خاصة أن يوجدوا بدائل لهذه الشرائح، وأيضا أن يجدوا بدائل لإيصال بعض المساعدات أو الأمور الضرورية اللي يحتاجها المواطن. عندما تسأل أي مواطن خارج من المنزل اليوم سواء كان في السيطرة أو غير مكان، سيكون الجواب لربما مقنع لضرورة خروجه من المنزل لقضاء حوائجه المنزلية اليومية أو احتياجات بعد تمديد حظر التجوال، وخصوصا لا يوجد هناك بدائل للتعاملات النقدية اليومية. نحن لسنا كالدول الأخرى المتطورة التي تتعامل بالتعاملات الإلكترونية من خلال البيع والشراء أو من خلال عملية توزيع الرواتب عن طريق الكارتات المعروفة البزنس كارت. احنا بالعراق نتعامل بالامور النقديه، نتعامل بالامور اليوميه، هناك شريحه كبيره من المواطنين يتعاملون بهذا الامر، الاخذ والعطاء اليومي والعمل اليومي والاجر اليومي، حقيقه لربما تضررت شريحه كبيره، ونحن نتواصل مع ميسوري الحال وبعض الاخوه في اللجان الطوعيه والفرق الطوعيه وبعض الاخوه في الروابط والهيئات التي تعمل على توزيع مساعدات عينيه او ماليه او مواد غذائيه للمواطنين، نرى ان هناك اعداد كبيره من المواطنين هم بحاجه بامس الحاجه الى الدعم، لذلك نجد ان هناك حركة يومية بهذا الخصوص. أما الشطر الثاني من سؤالك هو دور مجلس المحافظة، حقيقة بعد القرارات البرلمانية الأخيرة يكاد أن يكون مجلس المحافظة شبه مجمد، خصوصا أنه ينتظر قرار المحكمة الاتحادية، فبالتالي هو لم يشرك بأي خلية أزمة وأي قرار. وحتى وإن كانت مجالس المحافظة قد حلت بالفترة الحالية بانتهاء عملها، هي أيضا تمثل شريحة كبيرة من المواطنين والكتل السياسية، فيجب على خلية الأزمة إشراكها في هذا الأمر ولو على المستوى الاستشاري، باعتبار هي لها لجان عملت طويلا لأكثر من 5 سنوات ولديها قاعدة بيانات ولديها خبرة في التعامل بمثل هكذا حالات طارئة. نشأت اليوم الكثير من المواطنين ناشدوا الجهات المعنية وخلية الأزمة بأين يعني أين ذهبت الأموال التي صرفت من قبل محافظة البصرة لدائرة صحة البصرة لتجهيز المواطنين بالمعقمات والكمامات في بعض المناطق خصوصا المناطق القضية والنواحي. نعم، بغياب مجلس المحافظة وعدم أخذ الدور الحقيقي من الأخوة أعضاء مجلس النواب الممثلين عن محافظة البصرة غاب الدور الرقابي
التشريعي المتمثل في الحكومة المحلية بالشق التشريعي أو بالشق الاتحادي المتمثل بأعضاء مجلس النواب. حقيقة الآن لا يوجد هناك أي جهد رقابي من مجلس المحافظة لكونه مجمد حاليا، ولم يؤخذ الأخوة في مجلس النواب دورهم في عملية الرقابة المحلية كما نصوا في القرارات والقوانين التي اتخذوها في مجلس النواب. لذلك نحن علينا عندما نتخذ أي قرار معين أن نوجد بدائل باعتبار أن هناك فراغ لربما يكون تشريعي دستوري أو فراغ عملي مثل الذي نراه حاليا في محافظة البصرة. شكرا لك. إذا رانيا، ربما كسر حظر التجوال في محافظة البصرة هذا سينعكس بصورة سلبية على المواطنين، وسيؤدي إلى ارتفاع اليوم ربما عدد الإصابات بمحافظة البصرة بعدم الالتزام. الكل يعرف أن المحافظة تفتقر لوجود مستشفيات متطورة، هناك تقريبا ما بين 6 إلى 8 مستشفيات لم تنجز من قبل الحكومة المحلية، هذه المستشفيات بقيت ربما هياكل ببعض المناطق ما عدا وجود المستشفيات القديمة، وواحدة منها هي تحولت إلى ربما مكان لحجر المصابين بفيروس كورونا. مناشدات لكل المواطنين من قبل قيادة شرطة البصرة مركز المحافظة ربما تنفيذ القرار الحظر هذا لخدمة كل المواطنين، بالإضافة للحملات الطوعية التي يقوم بها بعض الشباب ودائرة صحة البصرة لتحقيم بعض المناطق وتحفيرها، وأيضا بصورة إنسانية هناك بعض علي، يعني في بغداد هناك ازدياد في بعض أسعار المواد الغذائية، ماذا عن البصرة؟ هل هناك زيادة في الأسعار أم أنه القوات الأمنية تسيطر على الموضوع؟ بعض اللجان التي خصصت من قبل خلية الأزمة لمتابعة الأسواق وخصوصا مسؤول الجريمة المنظمة وخلية الأزمة المتمثلة بقيادة شرطة المحافظة، هناك تصريحات ومتابعة من قبلهم يعني جشع بعض التجار خصوصا الذين استغلوا الوضع الحالي بموضوعة الحظر وهذا الوباء الذي انتشر بمحافظة البصرة، إنما البعض لم يلتزم والبعض الآخر هناك التزام. الذي لم يلتزم سيتم غلق محله والمخزن الذي يحتوي على المواد الغذائية والخضروات، لكن بعض المحال التي ربما هناك يعني يمتلكون الجانب الإنساني للتعامل مع بعض المواطنين خصوصا الدخل المحدود، والكل يعرف أن الساعة 5 تغلق كل الأسواق في محافظة البصرة، هذا قرار من قيادة شرطة المحافظة، ومن سيخالف هناك مسائل قانونية ستطبق على كل من يتجاوز على تنفيذ هذا القرار وحظر التجوال. علي عدنان انضم معنا من البصرة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.